أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. لبنان اليوم 12 تشرين الأول 2022، يعني بعد 24 ساعة على الثلاثاء الكبير 11 تشرين الترسيمي. العداد الزمني التاريخي الذي أرساه ملف الترسيم البحري الحدودي بين لبنان والإسرائيليين طغى على كل العدادات، لبل يؤثر في مسار مواقيت الاستحقاقات الدستورية والمؤسسية والمعيشية، وهو ما عكسه على الأقل الاتصال الهاتفي بين الرئيس جو بايدن والرئيس العماد عون، حيث أثنى فيه بايدن على مجريات موضوع الترسيم وأكد استعداده وحرصه على مساعدة لبنان في أي جديد. وهكذا فعلت السفيرة الأمريكية دوريس شيا من عوكر. أوساط سياسية مطلعة لفتت إلى تأثيرات إيجابية لمجريات ملف الترسيم على الاستحقاقات الأخرى، ومنها استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي ب 31 تشرين الأول. وإذا لم ينتخب آنذاك إذاك رئيس للجمهورية، تكون هناك حكومة مؤلفة بحسب الأمنيات والمساعي والجهود التي عاد تعويمها بدءا من اليوم. وقد حصلت سلسلة لقاءات، وفرنسا دخلت على الخط من جديد لتثمير هذه الجهود والمساعي ودفعها، خصوصا أن لفرنسا اتصالات ويعني مشاورات إقليمية كان مع إيران أو مع السعودية وسواها. ويؤمل من هذه الجهود أن تتألف حكومة من الآن وحتى 15 يوما المقبلة، حتى إذا لم يكن هناك من انتخاب لرئيس الجمهورية في الفترة الحالية، تكون هناك حكومة كاملة المواصفات تتولى المهمات. الأوساط ذهبت إلى حد القول أن رئيسا للجمهورية سيكون في لبنان مطلع السنة المقبلة. وهناك الآن لقاء في عين التيني بين الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي. معنا مباشرة الأستاذ الجامع المتخصص بشؤون الطاقة الدكتور شربل سكاف، وهو أيضا أستاذ محاضر في جامعة القديس يوسف قسم العلاقات الدولية. أهلا وسهلا فيك. تحية لك وللمشاهدين. دكتور، يعني امبارح كان فيها همروجي، حتى يعني اليمين والشمال والوسط كلهم كان في عندهم نوع من الاغتباط، كأنهم عم بيشموا ريحة الغاز، الغاز الموجود بالبحر، مع أنه الغاز ما له ريحة كيميائيا ولكن ولا له لون، بس شيء منيح أنه عطى نفس للبنانيين. بحيثيات الاتفاق أو العرض، برأيك يعني انتصار لبناني وانتصار بيقولوا عند العدو الإسرائيلي، في توازن بالموضوع بالعرض؟ يعني نحن إذا أول شيء يعني الاتفاق هو ما في شك سيساهم بتثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبية، وتثبيت الاستقرار يعني فورا عودة توتال إلى التنقيب بالبلوك رقم 9 بموجب اتفاقية الاستكشاف والاستخراج الموقعة مع الحكومة اللبنانية، وهيدا عامل أكيد إيجابي للبلد. خصوصا امبارح كان في وفد توتال موجود. ما هو هيدا يعني توتال منا سر، هي كانت جزء خفي من التفاوض اللي كان عم بيقوده عمو سوكسين، يعني اللبنان كان عم بيطالب بضمانات انه مش اذا رسمنا الحدود توتال تاخد لنقول سنة او سنتين لحتى تلتزي بموجبات العقد الشراكي والاستخراج. بس توقيت زيارة الوفد توتال صحيح، هيدا بيأكد انه توتالي كان جزء من التفاوض يلي، واصلا عمو سوكسين يعني زار باريس كذا مرة من ضمن التفاوض يلي كان عم بيقوده. فاذا نحن اليوم هالاتفاقية هيدي بالمبدأ ستساهم بتثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبية، ستؤمن عودة توتال الى التنقيب الفوري في البلوك رقم 9، وانا برأيي قد تساهم ايضا في استقطاب شركات اخرى للمشاركه بدوره التراخيص الثاني، لانه نحن كلنا نسيناها، يعني عندك دوره التراخيص الثاني استاذ جلال هي فاتحه 5 بلوكات، منها ايضا البلوكات 8 و10 الجنوبيه، فاذا كمان هيدي قد تساهم بتقديم شركات عالميه، منها شركات امريكيه، ملفات للتنقيب ولا 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 التفتيش عن الغاز على مستوى 5 بلوكات اخرى بالبحر اللبناني. فاذا قبل ما نحكي بمين ربح وبمين خسر، اليوم ما في شك الاتفاقيه وتوقيع الاتفاقيه هو ساهم بخلق مناخ إيجابي بالبلد. هلأ هالمناخ الإيجابي لحاله هو منه كافي، يعني اليوم التعافي الاقتصادي وتنزيل الدولار وعودة الأمور إلى السكة الصحيحة هي بدها تترافق مع إصلاحات بنيوية على مستوى الاقتصاد. يعني أنت اليوم ما حدا يفكر أنه الغاز هو تحويل مصرفي، يعني أنه كان عندك بحسابك مليون دولار حولته لحسابي صار معي مليون دولار، لا، العملية بدها وقت. يعني عندك أول مرحلة هي مرحلة
الحفر يلي هيدا بتاخد عدة شهور، أكيد بدها تحضيرات لوجستية وتقنية توتال بشرت فيها فورا. تاني مرحلة إذا من بعد اكتمال الحفر وبعد تقييم الكميات الغاز المكتشفة، إذا كانت الكمية تجارية هوني ساعتها بدنا نروح للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة الاستثمار. ومن بعد الاستثمار بس إذا بتسمح عندك ساعتها ممكن تبدأ الاستفادة المالية. فإذا اليوم استفدنا من هالمناخ الإيجابي تبع ترسيم الحدود الجنوبية، يعني خلينا نكمل بمرحلة إيجابية تانية اللي هو إصلاحات اقتصادية. الجدوى والاستثمار رح نحكي فيه بشكل مفصل. نعم. بدي ارجع مجريات الملف الترسيمي. يعني في حدا بيقول لك هلا وامبارح قلت بدنا نبلش من 2011، شو صار؟ هلا نحن بلشنا بال 2007، يعني 2007 اقرينا السياسه النفطيه. نعم. وعملنا وقتها مضينا اتفاقيه السنيورة، ايام الرئيس فؤاد السنيورة، وعملنا كمان اتفاقيه مع ابروس. الاتفاقيه مع ابروس كان فيها غلط، لم يصادق عليها البرلمان اللبناني. اوكي، صادق عليها البرلمان الابروسي، انما لم يصادق عليها البرلمان اللبناني لسببين. اول سبب انه ادرك لبنان بعد توقيع الاتفاقيه انه نقطه واحد كان لازم يطالب بنقطه ابعد منها جنوبا، ومن ميل ثاني كمان كان في ضغوطات تحديدا تركيه، لانه تركيا بتعتبر انه قبل ما تنحل قصه ابروس الشماليه والجنوبيه ما لازم يكون في اتفاقات على موضوع تقاسم الثروه النفطيه. التعطيل صحيح. راحت هيدي الشغله معنا لل 2010. 2010 صار في توقيع اتفاقيه ترسيم حدود بحريه بين اسرائيل وبين قبرص. اثرها هيدي بدا بين الصراع او بين الاختلاف البحري بين لبنان واسرائيل. حكماً لانه الاسرائيلي شو اجى عمل؟ الاسرائيلي اجى عمل قال سندا للاتفاقيه الموقعه والغير مصادق عليها من البرلمان اللبناني، انا بعتبر انه النقطه الحدوديه الشماليه تبع هي النقطه رقم واحد. هوني فورا لبنان يعني تحرك واصدر بال 2011 المرسوم 6433 يلي اعتمد الخط 23. هلا ايه بس في ماده في ال 6433 بتقول ويمكن يعني تغيير او تعديل اذا استجد امر ما. هي الماده الثالثه منه للمرسوم 6433 بتقول لك، لانه هيدي احداثيات، اذا بينت دراسات علميه وتقنيه انه حدودنا الجنوبيه ممكن تكون ابعد من نقطه 23 ممكن تعديل هالمرسوم، يحمل هذا المرسوم ما يعدل فيه. صحيح. هلا هيدا اذا بدك نحن عم نعمل عرض تاريخي، لانه نعم. هيدا العرض التاريخي بيوصلنا لحيثيات الخط 29. يعني 2011 عملنا صحيح. المرسوم 2011 عملنا المرسوم، 2012 بدات الوساطه الامريكيه، يعني دغري الـ يعني فريد هوف الوسيط الامريكي اجى على لبنان واقترح خطه الشهير يلي هو اسمه ما يعرف بخط هوف، وبدا التفاوض. وقال له الرئيس بري وقتها لا بتعط، نحن ما بدنا 60% وانتم 40% والاسرائيلي بدنا اياها 100%، ما بدنا اياها ناقص. هلا الموقف الرسمي اللبناني يعني كان من الاساس مصر على 23، بالرغم من انه كان في بعض الدراسات بتقول انه بحق لنا نحن بمساحه اضافيه جنوب الخط 23. انما هيدي انا برايي اليوم يعني صرنا نحن قدام واقع خلص، يعني لانه لو قلت لهم 29 كانوا يقول لك ما بدنا مفاوضات. هلا هيدا يعني لو بال 2011 اقرينا 29 لا كان في يمكن، لانه بعد ما كان عندك شيء اسمه كريش. يعني كريش اول بئر صحيح، كان يعني كان الاسرائيلي عنده دراسات زلزاليه حول كريش، انما اول بئر انحفر بكريش كان بال 2013. هلا اللي عم نقوله نحن انه اذا بدنا نوصل بالتسلسل الزمني يعني للموضوع 11 ما كان في 12، 13 طلع كريش. صحيح 13 طلع كريش. هلا نحن لحتى عمليا بلورنا فكره الخط 29 هو اذا بدك من بعد ما صار في عندنا ايدروغرافيا لدى الجيش اللبناني، ايدروغرافيا للجيش اللبناني اول شيء هي يعني صار عندها الامكانيات التقنيه واللوجستيه، وضباطها كمان دربوا بشكل ممتاز من قبل الاوروبيين. ونحن بنعرف انه عالميا مكاتب الايدروغرافيا هي تتبع للجيوش. هون اذا بدك رجع شيف الجيش عمل دراسه جديده وقارنها بالدراسه اللي كان عملها الايدروغرافيا البريطانيه عام 2011. طلع معه بعضها. ايوه طلع معه الجيش نفس الاستنتاجات ونفس الخلاصات تشبه بعض 100%. رفع وقتها كتاب للحكومه انه نحن تقنيا بنشوف انه لبنان من الناحيه القانونيه بحاله يطالب بما يسمى بالخط 29. اوكي هلا طبعا الطبقه السياسيه ما مشيت بهالموضوع هذا، طبعا هو الجيش بيعطيهم الاحداثيات صحيح يعني قرار السياسي عند الدوله، يعني موضوع عند الحكم. موضوع ترسيم الحدود عنده شقين، عنده شق تقني علمي بحت هيدا اذا بدك لا خلاف عليه، وعنده شيء سياسي. هلا كمان في شغله لازم نذكرها يعني للدقيقه العلميه، الترسيم البحري يختلف عن الترسيم البري. يعني الترسيم البري تبقى معالمه جغرافيه واضحه، اما الترسيم البري لانه بتدخل فيه موضوع
الجزر وموضوع إذا بدك الـ 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 الأحكام والحكيم صادر على المحاكم الدولية. نعم. أوكي هلأ كل نحن من ناحية القانون الدولي طبعا موقف لبنان وأتطالب بالتسعة وعشرين كان موقف صلب، إنما لاعتبارات سياسية يعني رجعنا مشينا بالثلاثة وعشرين. هلأ أنا برأيي يجب التركيز على الحاضر، يعني لأنه نحن يعني ما راح أصدق العشر سنين أو التسع سنين قبل ما هلأ تبي في شغلة ما حدا حكيها من قبل. نعم. نحن اليوم كيف حتى اجت فكرة قانا حقل قانا؟ نعم. حقل قانا هو كان احد الاسباب الموجبة للمطالبة بالخط 29، هيدي نسوها العالم. يعني الخط 29 طرح الخط 29 هو يلي اليوم املنا اذا بدك حق الاستثمار الحصري للبنان بحقل قانا، لانه فكرة قانا لو ما ادرجناه بال صحيح يعني بس احد الاسباب الموجبة كانت للمطالبة بالخط 29 كانت هي انه يا جماعة نحن عندنا حقل قانا، بقى إذا تخلينا على الخط 29 ما رح يطلع لنا حق القانا. فإذا اليوم الحصول لبنان على حق القانا، على حق استثمار حق القانا، يعني 23 بلس البلس هي قانا صحيح، يعني وهيدا يعود الفضل فيها إلى طرح موضوع على الخط 29. يعني الخط 29 كان عنده إيجابية أكيدة، وهو من ناحية القانونية هو خط قانوني ما في شك فيها. اليوم الدولة اللبنانية اعتمدت الخط 23، إنما كمان إحنا ما بدنا ننكر انه اخذنا يعني كامل حق قانا حسب ما سرب عن الاتفاق. طيب دكتور شرب السكيف، اذا اخذنا اللي عم تحكيه انه هل كان في حنكه وحكمه وذكاء الى جانب مسيرات المقاومه خلت انه ما نقول 29 ولكن ناخذ 23 وشوي زياده، اما صدفه هي المصادفه؟ انا رح اكون صريح معك للاخر. نعم. انا برايي يعني اليوم فينا نسال سؤال بالعكس، انه نعم. ليه بدا التفاوض بال 2012 لا يوصلنا بال 2022؟ نعم. ليش العشر سنين؟ اليوم في ظروف إقليمية وفي ظروف دولية هي حتمت الإسراع وحتمت إذا بدك وجود قوة دفع أمريكية ضغطت على لبنان وعلى إسرائيل لإنجاز الاتفاق. حكمت اللحظة، لأنه يعني أنا اليوم ما بدي أقلل من قيمة حدا على الصعيد الداخلي، لأنه عم يعملوا شغله. إنما اليوم يعني نحن عم نعطي كونتر إكزامبل، لأنه نعم. أنت عندك فترة 10 سنوات ما تقدم فيها الملف. اليوم ما في شك التقارب الأمريكي الإيراني ساهم، أزمة أوكرانيا كمان ساهمت، لأنه اليوم أصبح موضوع البدائل المحتملة وصلوا بها المنطقة البدائل المحتملة للغاز الروسي للقارة الأوروبية، حتى أن يكون في قوة دفع أمريكية كبيرة وقوة دفع أوروبية كبيرة، يعني اللي شفناه أنه توتال هي جزء كانت بالتفاوض عملوا وصل بين العدو الإسرائيلي وأوروبا. صحيح لحتى يعني هالموضوع، لأنه موضوع شرق المتوسط بده حد أدنى من الإسراء. في كمان سبب إضافي، يعني الإدارة الديمقراطية الحالية خاصة إدارة جو بايدن بأمريكا، صحيح هي من 10 سنوات هي يعني جو بايدن وقتها كان نيبو لأوباما، هو يعني بمحاضرة له بالواشنطن إنستيتيوت أكد حرفيا أنه نحن سنستعمل الغاز للتهدئة في شرق المتوسط. فإذا عنصر للاستقرار يعني والتهدئة الاختصار. يعني هو الإدارة الديمقراطية الحالية عندها هدف استراتيجي براسها أنه الغاز بالمتوسط بدنا نستعمله لحتى نلاقي حلول. وحتى أموس هوكستين، يعني أموس هوكستين هو كان مساعده لبايدن حتى بأيامات أوباما. فإذا مش بالصدفة اليوم أنه هالقد ينحط ضغط من الإدارة الأمريكية وتدخل، يعني شفنا تدخل مباشر من الرئيس الأمريكي شخصية. عندما اتصل برئيس وزراء العدو وضغط علي أنه أنا الاتفاق بدي أنجزه، وهذا من أولويتي وكمان شفناها امبارح، يعني اتصل بالرئيس عام لحتى يهني على هالموضوع هيدا. فإذا هيدا بدل على شو؟ هيدا بدل على يعني لحظة إقليمية دولية وعلى إصرار كبير جداً وعلى تصميم يعني كبير جدا من قبل الإدارة الأمريكية الحالية الديمقراطية لحتى يوصلوا لهالإنجاز هيدا. طيب اليوم في وقت اللي قالت السفارة الفرنسية طلعت بيان، وقت اللي كان في 36 ساعة حرجة قبل الوصول إلى 11 تشرين وينقال أنه راح يمشي الحال، أصدروا الفرنسيون بيان بيقول ودخلنا على الوساطة بجهود إضافية، ولكن يقال أن الفرنسيين هن داخلين من قبل بس ما كانوا يقولوا. هل للدخول الفرنسي صلة بأنه إلى علاقات مع إيران أو اتصالات مع إيران؟ وما هو الموقف الإيراني؟ هذا أول سؤال. ما هو الموقف الإيراني بموضوع اللي نحن فيه الترسيم والموقف الروسي؟ يعني أولاً من الموضوع الفرنسي، يعني ما في شك هنالك في تنسيق على قدم وساق بين فرنسا والإدارة الحالية الأمريكية، يعني فيما خاص يعني العديد من المواضيع وخاصة الموضوع اللبناني. احنا بنعرف لبنان هي منطقة نفوذ تاريخي لفرنسا،
وهي معنية بالملف بشكل مباشر. وعم تحاول تعود على المنطقة. هلا كمان كمان يعني اليوم فرنسا يعني حاضرة بقبرص، حاضرة بمصر، حاضرة بجنوب العراق، مؤخرا مضت مشكله مع تركيا بس 100%. مؤخرا مضت كمان اتفاق مع قطر، وقطر ما بدنا ننسى عندها حق، اكبر حق الغاز هو حق البارس، هو حق المشترك مع ايران. وايضا توتال كانت حاضره بقوه قبل ما يلتغى الاتفاق النووي، يعني حتى اذا بدك على مستوى الاتفاق النووي الفرنسيين هن شركاء مع الاداره الديمقراطيه الحاليه بمحاوله الوصول الى تسويه الى اعاده احياء الاتفاق النووي او مساومه. فاذا هالاطار كله سوا، هذا عم نحكي نحن انه اللحظه الاقليميه واللحظه الدوليه، يعني عندك قوه دفع فرنسيه، قوه دفع امريكيه، في نيه عند الاطراف خاصه الاوروبيه والامريكيه انه لا نرجع احياء الاتفاق النووي حتى لو حاليا متعسر، انما النيه موجوده. نعم، وهيدا بس هون أساس بالمنطقة بلبنان هيدا انعكس إيجابا، كمان بدأ استقرار، هيدا انعكس إيجابا. يعني نحن نحكي الأمور بصراحة. نعم، اليوم حزب الله كان موقفه الرسمي أنه أنا شو بتقرر الدولة أنا بقرر، يعني هذا موقف فيها مروني وليوني، وهيدا بيعكس إذا بدك إذا بدك هالمناخ يلي هو مناخ تقارب ومناخ تفاوض، لأنه اليوم حزب الله يملك حق الفيتو، ما بدنا نحكي بعض. يعني إذا حزب الله ما بده اتفاقية ترسيم الدولة اللبنانية ما بتمشي فيها، يعني هيدا عم نوصف واقع سياسي. فإذا اليوم التقارب الفرنسي الأمريكي الإيراني خلق ظرف إقليمي دولي، إضافة إلى أزمة الغاز والنفط في أوكرانيا، خلقت اللحظة المناسبة لوجود قوة دفع كبير لحتى نوصل لإتمام هالاتفاق. هلا في سؤال سألتيك جدا عن الروسية، موضوع الروسي. أنا برأيي الموضوع الروسي يعني هو اللي بيزعجوا للروسي أكثر شيء هو الاتفاق الكبير مع إيران. لا، لأنه الروسي اليوم حليف وصديق لإيران، يعني حتى في تبادل تجاري وعسكري وسلاح واستراتيجي إلى آخره. إنما الروسي اليوم ما بده أنه يشوف أنه الحنفية الروسية عم تتسكر على أوروبا، وبنفس الوقت عم تنفتح حتى في الحلفية الإيرانية. السلاح اللي بإيده اللي عم بيجاري بيقولهم للأوروبية أنتوا انتبهوا. أنا برأيي يعني أنت إذا بتشوفها موضوع انسحاب شركة نوفاتيك من الكونسورتيوم، يعني بغض النظر عن الأسباب الموجبة، إنما كمان هي بالسياسة أنا بقرأها كرسالة اعتراض. هلأ الروسي اليوم أنا بقول لك إياها بكل صراحة منه كتير مزعوج من اتفاق ترسيم الحدود الجنوبية، إنما هو اللي بيعنيه بشكل أساسي موضوع الاتفاق النووي، يعني ما بده يكون الاتفاق النووي على حساب تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا. وهون فيها تناقض، يعني بنفس الوقت هو حليف لإيران، هو حليف استراتيجي لإيران، في تنسيق عسكري اقتصادي على كافة الصعود بين بعضهم، إنما بنفس الوقت طبعا المصلحة الروسية استراتيجية تقتضي أنه إذا الغاز الإيراني أو النفط الإيراني بده يوصل على أوروبا بده يكون كمان النفط الأوروبي وإن شاء الله حسلحه الروسي 100%. طيب في موضوع ثمن سعر الغاز. نعم. وفي أوبيك بلس، هل بيقدر الروسي يعوض بموضوع كارتيل سعر الغاز، يتفق هو إيران يرجع يستملك نصف سلاحه بالمرحلة المقبلة وبيرجع بيطمن باله، أما ما يعني رح يقدر. يعني تفضلت وذكرت موضوع أوبيك بلاس. هلا من الواضح أنه في تقاطع، يعني ما رح نستعمل كلمة أكتر، في تقاطع روسي خليجي حول إذا بدك موضوع النفط. غريب بس أول مرة الخليج، لأنه الخليج معترض يعني على الدفاع، يعني صار يعرف أنه هو يعني موجود. الخليج هو يعترض بمكان ما على الاندفاع الأمريكية الكبيرة باتجاه إعادة احياء الاتفاق النووي، يعني كمان الخليج شو بهمه مش بس موضوع النووي الايراني التقني والعسكري، بهمه كمان موضوع النفوذ الايراني بالمنطقه، يعني انا بسميها دوائر النفوذ الايراني في المنطقه، كان في لبنان، كان في سوريا، كان بالعراق، وكان باليمن. الظاهر انه الاتفاق النووي ما جيب سيره هالموضوع هيدا. فاذا الخليج عم يستعمل ورقه الضغط يلي بايده يلي هي موضوع سعر النفط. يعني اليوم بظل ازمه اوكرانيا والحرب العسكريه الدائره باوكرانيا، نتج عنا فورا التضخم الكبير يلي عم يعاني منه الاقتصاد العالمي. طيب اليوم عم يجي سعودي او الخليج عم بيقول له للامريكي، طيب لبايدن، انت بدك نزل سعر النفط، انا بدي بقبلها بالسياسي. وهيدي اول مره بنشوفها، يعني اول مره بياخذوا موقف. كنا يعني الموقف الخليجي عاده كان على طول يتصف بالليوني، اول مره بنشوف فعلا في لعب على مستوى عالمي بهالحجم هيدا. وفي يعني امبارح كان حتى رئيس دوله الامارات كان بزياره الى روسيا، بوتين واتفقوا. صحيح، يعني هيدا بيدل على انه في تقاطع روسي خليجي حول اذا بدك موضوع النفط. هلا شو المطلوب منه عمليا؟ مطلوب منه عمليا بالنسبه للخليج هو تحسين
شروط اتفاق النووي مع إيران. يعني ما بده الخليج أنه يتم الاتفاق النووي وما يكون موضوع النفوذ الإيراني بالمنطقة قد تمت معالجته. مش هيك نشوف تحرك جديد للسفير السعودي بشكل مضطرد بلبنان؟ هلا طبعا يعني اليوم السفير السعودي اول شيء السعوديه هي دوله شقيقه ودوله يعني عندها معازي كبيره عند الكثير من اللبنانيين، وهي بتلعب دور تاريخي يعني بصداقاتها وبعلاقاتها وبمساعداتها الخيره يلي قدمتها تاريخيا للبنان. اليوم الدور السعودي هو جزء من هالسياسه السعوديه الخارجيه بيرجعوا عم يثبتوا صحيح يعني وجودهم صحيح. طيب استاذ شربل، دكتور شربل، اذا اخذنا يعني من ايام احمد زكي اليماني ما شفنا 40 سنة ما شفنا إلا هلأ كمان صحوة خليجية، بس ما في تناقض هون إنه في مسارات تطبيعية خفية أو غير خفية بين الإسرائيليين والإمارات وغير الإمارات؟ طبعا السعودية إذا مش راضية ما يعني النتيجة إنه في خط تطبيعي، وبذات الوقت الخليج عم بيوقف ضد عم بيوقف بصلابة ضد الولايات المتحدة. طيب هون ما في تناقض بالموضوع؟ ما هو التطبيع ما هو كمان اقتصاد يعني قبل ما يكون اي شيء. هو 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 اشد بهدف تحسين الشروط يعني اليوم حتى اليوم بين الامريكي والايراني يعني عند الطرفين في رغبه للتوصل للاتفاق، انما اشد هو لتحسين الشروط. نعم. يعني وهيدا شيء مقبول وشيء متعارف عليه باي تفاوض، يعني حتى اليوم في محادثات سعوديه ايرانيه ما خفيه. نعم. انما اليوم بيصير في شد وبيصير في رخوة اوقات لحتى المفاوضات يعني، والمفاوضات تقتضي ببعض الاحيان ان تقوم بعمليه شد او ان تقوم بعمليه رخوة، وهيدا شيء متعارف عليه بالسياسة الدولية. إنما أنا يعني هو اليوم شيل لأنه بعدنا موضوع الغاز خصوصا والنفط عم يضغط أكتر شيء على الأوضاع، حتى الأوضاع العسكرية بالمنطقة هو الأساس. لك يا بصراحة يعني موضوع الغاز هو الأساس، لأنه يعني اليوم شو أساس حتى المشكلة؟ حتى وقدر بسوريا شو أساس المشكلة بأوكرانيا؟ وحارب على سوريا كمان. موضوع سوريا بده شوية تدي أكتر موضوع الحكى وقتها، بس هو اليوم الحرب بأوكرانيا يعني شو هدفها الأساسي؟ الإدارة الأمريكية مش بس الحالية، حتى إدارة ترامب والإدارة قبل ترامب يعني شافوا وأدركوا أنه عائدات الغاز والنفط الروسي هي اللي عم تساهم بشكل أساسي بتطوير القدرة العسكرية الروسية وبتحديث الاقتصاد الروسي. بس كان ماشي حاله ترامب وبوتين أكيد أبعوا لترامب ليجيبوا واحد ضده، حتى كان هنالك يعني جيرهارد شرودر المستشار الألماني وكان هو عضو بمجلس إدارة النورث ستريم. نعم. يعني الأوروبيين كانوا منخرطين، عندهم نية أنه بيعتبروا يعني جزء كبير من الأوروبيين بيعتبر أنه روسيا هي جزء من النسيج الأوروبي، منا بقى بموقع العدو، منا بقى بموقع الاتحاد السوفيتي الأحمر يلي بده يجتاح. فإذا الأدرك الأمريكي أنه يجب وقف إمدادات الغاز والنفط الروسي إلى أوروبا لأنه هي عم تساهم بشكل أساسي بتغذية الخزينة الروسية. نعم. فإذا بتشوف أنت كيف بلشت الأمور تدرك جيداً أنه الأمريكي ما بده بقى أنه الغاز الروسي يتدفق إلى أوروبا، معناتها الغاز أصبح بقلب العملية الدولية وبقلب الدولية والاستراتيجية العسكرية. عم نطرد كتير بس رح نرجع للملف. نعم. اللبناني، ولكن كتير دقيق موضوع أوروبا وروسيا والولايات المتحدة. برأيك أوروبا متضررة أم أنه وقعت بمأزق معين؟ طبعا زيلينسكي اللي أصله يهودي وبيتباهى مع السياسة الإسرائيلية أوقع أوروبا، بايدن وزيلينسكي أوقع أوروبا بمأزق. لك ما في شك يعني ما كان في قيادات أوروبية على حجم المرحلة، لأنه كان يجب من الأساس تدارك عدم وقوع الحرب. يعني أي حرب اليوم يعني أول شيء نحن ما فينا نبرر أبدا أنه دولة تفوت على دولة تانية، إنما كمان يعني بنفس الوقت ما فيه يحطوا له صواريخ حد بيته لبوتين. يعني كمان بدنا نتفهم شوي صغيري موضوع الموجبات الأمنية لدولة مثل روسيا. أنا برأيي كان ممكن تنحل بالسياسة يعني، إنما يعني هالتصحيطة يلي صارت أو هالتراكم الأحداث يلي صار كان الهدف منه وصول إلى 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 الصراع العسكري لحتى يقبل الأوروبي أنه بالرغم من التضخم بالرغم من غلاء الأسعار بدنا نوقف نحن تدفق الغاز والنفط الروسي لأوروبا. يعني كان بدك حدث كبير جدا بحجم حرب عسكرية كلاسيكية كبرى لحتى الأوروبي يقبل يدفع هالضريبة هيدي الضريبة، يعني يقبل فاتورة التضخم، لأنه اليوم لأن شو المشكل؟ هني منطلقاتهم وعايشهم غير نحن صحيح. يعني هني اليوم أنت عندك غاز رخيص عم بيخليك أنت اليوم بتكون إذا بدك كلفة الصناعة منا غالية عندك،
انت عم تيجي تستبدله بغاز مسيل وعملتك منيحة. حكما انت كلفي الصناعية وكلفي المعيشية تبعك غليت، معناتها التضخم غلي. الاوروبي اليوم اذا ما كان في حرب ما كان بيقبلها، كان بيقول لك لا خليني على الغاز الروسي. انما اليوم قدام هول الحرب وهول اذا بدك العملية العسكرية اليوم باوكرانيا، الاوروبي اصبح مستعد انه يضحي بنمط معيشته انما لوقف هذه الحرب. برايك لو كان دونالد ترامب كان معقول ما تصير الحرب لانه في عنده علاقة؟ هلا طبيعة العلاقة بين الجمهورية وبين روسيا هي قائمة على الردع، يعني كان فيها العلاقة احتواء. كان فيها احتواء صحيح. يعني هلا دونالد ترامب على كل حال هو صار بكذا تصريح له عم بيقول انه لو كنت انا رئيس امريكا ما كان صارت الحرب باوكرانيا. هلا يعني الإدارة الديمقراطية لا تعتمد على الشخص، تعتمد على المؤسسات، وهون الخلاف الكبير بين الجمهورية والديمقراطية. يعني يمكن الأهداف الاستراتيجية تبقى هي ذاتها، إنما التكتيك لأنه يختلف. مثلا مثل بيل كلينتون ما كان بده يحتوي الوضع العراقي، ما بده يفوت عليه، صحيح. بينما إجا بوش وعمل الغزو، صحيح. وخرب صحيح. المنطقة، صحيح. وخرب يعني الدنيا. كل إدارة عندها أسلوبها. نعم. وهذا شيء بيرجعنا لملف النفط، يعني لأنه الإدارة الديمقراطية كانت من الأساس حاطة هدف براسها خاصة مع جو بايدن أنه غاز شرق المتوسط بدنا نستعمله نحن للتهدئة بشرق المتوسط، وهيدا بتفهم من إطاره اليوم موضوع يلي صار مثل ما تفضلت. اليوم أوروبا بدها غاز. نعم. وأوروبا الأورو عندها صار بمتدني، والشعب عندها صار يقف وطوابير وما بعرف شو، يعني أنه لو كان مرة أو مرتين بس مش هيني أنك تشوف بأوروبا أنه واحد راح لعبي بنزين وما أو هذا ما يلاقي الغاز اللي لنفترض الأمور صارت كما هي، الغاز اللي بفلسطين محتلة أو بإسرائيل أو الغاز بلبنان قد ايه بيشكل لأوروبا بالمية أنه يأمن لحاجة؟ ليك حاليا يعني لا بديل بنسبة الكميات عند الغاز الروسي. لا. إلا إذا توصل غاز بري عبر إيران، يعني إيران تركيا أوروبا الوسطى عبر البلقان إلى أوروبا الغربية. البدائل الأخرى هي بدائل تساعد، إنما ما فيها تحل محل الغاز الروسي، لأنه اليوم بدائل جزئية وخاصة إنه هي منا بدائل بأنبوب. يعني أنت اليوم الغاز المصري أو الغاز الإسرائيلي عم بيتسيل بمصر، وبعد ما يتسيل بمصر عم بينبيع على أوروبا أو على آسيا. إنما اليوم طبعاً ما عامل تسهيل، لأنه يعني أنت ما فيك تنقله، يعني الغاز أو بدك تنقله أنت بأنبوب بالغازودوك، أو أنت بدك تسيله بدك تحوله من حالة الغاز إلى الحالة الليكيد بيروح بأنبوب، وساعتها لا بدك تبعته بالسفن، ساعتها كمان أغلى وشو كمان، يعني وتتوصل السفينة إلى كمان بدك تعكسها، يعني بدك تحول من سائل إلى غاز. بدك تفكير. فإذا غاز شرق المتوسط هو قد يساهم بسد جزء من حاجة أوروبا، إنما ليس هو البديل الفعلي للغاز الروسي، لأنه الغاز الروسي أهميته أنه هو غاز متدفق عبر الأنبوب. غاز الأنبوب أرخص غاز، يعني كلفته طبعاً لأنه دغري تفتح الحنفية وكلفة المد تبعه يعني موجودة ما فيه. أرخص غاز هو الغاز المتدفق عبر الأنبوب. إذا بتقارنه بالغاز المسيل، يعني اليوم أوروبا أو ألمانيا فيها تجيب غاز مسيل من قطر، فيها تجيب من أستراليا، فيها تجيب من أمريكا، فيها تجيب من حي الله محل. إنما شو المشكل كلفة عالية. إذا كلفة عالية معناتها كلفة الإنتاج صارت عالية، معناتها كلفة المعيشة صارت عالية، معناتها التضخم زاد. وهون إذا بدك هذا ما يراهن عليه بوتين، أنه آخر شيء الأوروبي يمكن يجي يقول لك مثلا أنا عندي غاز قريب علي بيرجع بيخفض لي كلفة المعيشة وبيخفض لي نسبة التضخم، لا أنا بدي أجيب غاز مسيل. هون بدنا ننطر مجرى الأمور، يعني مجريات الأمور العسكرية والسياسية لحتى نشوف كيف بتنتهي. بس لقوا نفسه طويل، عملوا له انفجار بجسر الأرم وبعض الأشياء الثانية، لأنه ما لقوا عم يستسلم. هلا أنا يعني الواضح مثلا مش بهالمعنى، يعني بس اليوم أنت يعني اليوم أوكرانيا وروسيا هني بحالة حرب حتى لو مش معلن، يعني اليوم الدولة الروسية بتسميها عملية عسكرية خاصة، إنما هو على الآن مع حلف الأطلس هي طبعا وهون خطورتها. يعني يجب وضع حد للأعمال العسكرية بأوكرانيا، يجب العودة إلى طاولة المفاوضات، لانه ازمه اوكرانيا يعني خربطت كل الاقتصاد العالمي. يعني احنا بلبنان فوق ازمتنا يلي عايشينها اجت ازمه ثانيه عملتنا مشكل على مستوى التضخم والغذاء والقمح وتضررت هيك اكيد. يعني مش هيك اليوم، يعني انا بشبهها شوي صغيره بالمشكل الكوري بالاربعينات وقت صار في الاجتياح على كوريا الشمالي وتدخلت الامم المتحده وكان جنرال ماكارثر موجود. نعم. يعني اخر شيء حتى جنرال ماكارثر هدد بالاستعمال النووي لانه شايف انه هيك حرب ما بتنتهي الا بحسم نووي، وقف العالم 50 ورجعنا للتفاوض فاذا اليوم انا برايي موضوع اوكرانيا يعني يجب وقف فورا
الأعمال العسكرية. يعني هيدي مشكل. وكمان بتخاف إذا طولت بركي صار في تصحيطة, بركي صار في صاروخ أكسيدان دو باركور, بركي فات حدا عن طرف تالت حتى يولع أكتر. لا هيدي يعني اليوم بتكون في تلاحم أطلسي روسي على الأرض الأوكرانية, هيدي لها تداعيات عالمية خطيرة. إيه بيقولوا لك على أوكرانيا روسيا هي حرب بجنوب شرق أوروبا. أطلسية روسية على أرض أوكرانيا. أصبحت أوكرانيا بسموها بالجيوبوليتيكية إسباس بيفو, يعني مثل ما كان عطول لبنان هو مركز الصراع, مركز الصراعات تبع الدول الأخرى. إسرائيل شو موقفها وتموضعها؟ ما بعرف, يعني بدنا نعرف الاسرائيلي كيف تموضعهم بالنسبه لهذه الحرب. في ما خاص حرب اوكرانيا, يعني الاسرائيلي عم بيلعب الدوبل جو, يعني بالميل هو بيسير الروسي وبالميل هو بيسير الاوكراني. يعني كمان احنا ما بدنا ننسى انه اليوم حتى على مستوى الشعب الاسرائيلي او اليهودي كمان عندك كثير مهاجرين اتوا من اوكرانيا ومن روسيا. يعني كمان حتى في تداخل. يعني الواضح اليوم حاليا انه الاسرائيلي عم بيلعب اللعب المزدوجه بين روسيا واوكرانيا بدون ما يكون عنده, يعني ما بدي احكم على شو الهدف, بس انه اقله اليوم يعني يمكن في ترابط مصالح مع روسيا, لانه كمان الاسرائيلي معاوز روسيا بالشرق الاوسط, يعني واضح. وعنده علاقات يعني اليوم بسوريا معوزه ومعوزه بكذا محل, وعندك تقريبا حوالي المليون يهودي من اصل روسي, يعني حتى بيتكلموا اللغه الروسيه. بقى كل هالمواضيع هيدي عم تجعل انه العدو الاسرائيلي عم بيلعب اللعبه المزوجه فيما خاص روسيا يعني يمكن نتهمها بالتأجيج. على كل حال قطر شو كيف عم تتصرف؟ لانه هي تقريبا ثاني او ثالث اكبر غاز بالعالم. قطر هي يعني لانه عرفنا انه حتى بموضوع لبنان او غير لبنان قطر عم تكون دافع الى دور ايجابي, مش يعني ما بنعرف ما في شك سنة. الغاز القطري يعني او دور قطر الاقليمي والدولي, وهون اذا بدك وهي اصغر بلد. صحيح, وهيدي انعمل عنا دراسات اكاديميه عديده انه كيف اليوم دوله صغيره من خلال الموارد الطبيعيه تبعها تمكنت انه تلعب دور على مستوى الاقليمي وعلى مستوى الدولي. هلا اليوم بعتقد بموضوع الغاز اللبناني سيكون هنالك دور ايجابي لقطر, يعني واصلا حتى احد المسؤولين اللبنانيين احد حكى عن شيء صراحه انه سيكون دور لقطر فيما بعد مرحله التنقيب والاستخراج. طيب شو رح نعمل هلا نحن؟ هلا نحن عمليا نرجع على لبنان باخر هالحلقه. بدنا نشوف ال 11 تشرين صارت يمكن ب 20 او ما بعرف قد ايه, يعني بالمبدا الحكى ب 20 بالناقوره شو بده يصير؟ هلا بالمبدا يعني بمعزى عن موضوع الاخراج عندك انت بعد التوقيع شو بده يصير؟ بمعزى عن الاخراج يعني ستبدا فورا توتال بالحفر, بالتحضير للحفر. هيدي بدها عدة أشهر, يعني ما حدا في حددها كانوا شهرين أو ثلاثة أو أربعة. المهم العمل يبدأ من بعد هيدي, يعني وقت تجهز توتال للحفر ويبدأ حفر البئر بشهرين بتكون توتال بالمبدأ حفر البئر تبعها مثل ما صار عنا بالبلوك رقم أربعة. يعني أخذ تقريبا فترة شهرين حفر البئر وما كفوا حتى ما يقولوا أنه في غاز, يمكن ما بعرف. لا كفوا بس ما طلع غاز, يعني هيدي أنا بقدر أجزم فيها لانه اليوم الموضوع التقني مفصول عن هذا الموضوع. يعني نعم. لو توتال لقيت بالبلوك 4 باول بير, هلا تبي مش معناته انه بالبلوك 4 ما في غاز, في مطرح ثاني, بس انت حفرت بير والبير نعم. بيعطيك فكره فقط عن 50 كيلومتر مربع, يعني نعم. بلوك 4 مساحته حوالي 2000 كيلومتر مربع الا شوي, بس بال 50 مليون لا هو باول بير ما بس بير. البير علميا بيعطيك فكره عن 50 كيلومتر مربع. نعم هيدي من ناحيه, يعني قصدي اخذ فكره عن 50 صحيح. مش عن 1850 بير. صحيح 1950 صحيح. فاذا توتال بعد ما تخلص حفر البئر بالبلوك 9 او بحق القناه, هون ساعتها بدها تيجي تقول انا لقيت غاز بكميات تجاريه او ما لقيت غاز. اذا لقيت غاز ساعتها هيدي بتكون عندها عامل ايجابي تاني على لبنان بعد التوقيع, لانه فورا سيزيد ملائه الدوله اللبنانيه. يعني ما راح يكون في تدفق نقدي, اول شيء الثقه بالكاش عم تتحقق. اول شيء الثقه بيرجع اذا لقينا غاز باول بير, لانه ممكن نحفر كذا بير, يعني نعم. كمان ما بدنا نعيد غلطه البلوك 4 انه ما لقينا باول هذا بير. هذا شيء طبيعي انك تحفر اكيد, هذا المسار الاستكشافي بده سنوات وبده حفر لعده ابار, مش انه هلا نحن كنا اقول لك يا بصراحه الطبقه السياسيه بلبنان قد ما كانت مفلسه راهنت على اول بير. ما فيك تراهن على اول بير, هذا مسار استكشافي علمي. فاذا ان شاء الله توتال اذا لقيت غاز بعد عمليه الحفر, هوني ساعتها بدنا نفوت بعمليه تمويل الاستثمار. بنشوف ساعتها بدنا نعمل منصه بريه بحريه, نعمل مثل ما عملت انرجي بنجيب اف بي اس او حسب كمان كميه الغاز المنتجه وحسب كمان هن شو متوقعين. يعني ممكن انت مثل ما صار بكريش, يعني كريش اليوم هن مش بس بئر واحد, هو مجموعه ابار كلها متصله ببعضها. طيب اداريا اذا ما رح نقول غير كلمه بلبنان, شو مفروض شو اسلم
هيئة مشان الاستفادة من النفط المقبل. لا هو القانون 132 يعني قانون إدارة الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية بنص صراحة على ضرورة إنشاء الصندوق السيادي. هيدا ما في مهرب منه. يعني بالمبدأ أموال أو عائدات النفط والغاز المستقبلية من عبكرة ومن سندجي ومن البعضة. هيدي كمان نقطة أساسية. إنما القانون 132 بنص على إلزامية إنشاء صندوق السيادي. يعني بما معنى عائدات النفط والغاز لن تدخل إلى مالية الدولة، ستدخل إلى الصندوق السيادي. صندوق السيادي يعني المالية، وزارة المالية والمالية صح هي انديبندون يعني ما خاصة بال صح. إلا إذا بكرة عملوا لنا شي بدعة قانونية رجعوا شبكوا صح. بس أنا عم بحكيك بالمبدأ اليوم فكرة صندوق السيادي عالميا يعني بأبو ظبي أو بالناروج أو بالبلدان المتقدمة والمتحضرة هيدا لوحده حتى ما يكون نموذج مثل نيجيريا أو غير نيجيريا صح. وهو شو فكرته؟ يعني اليوم افترضنا اليوم نحن جيلنا نحن عاصر الغاز، شو فكرة الصندوق السيادي أنه خي هالثروة مش بس للجيل يلي عاصر الغاز، هيدا ثروة للأجيال والأجيال القادمة. مشان هيك الصندوق السيادي بيوظف توظيفات آمنة لحتى يأمن عائدات مستقبلية حتى للدولة. ما تدخل فيها السياسي ولا بأي شكل صح. ومش بس هيك شوف ولا الفساد شو بس عم بفكر أنه مش بس الجيل الحالي بده يستفيد منها. يعني افترض أنه اليوم إحنا عم نستفيد من هالموارد بدنا نعملها 1000 سنة لقدام صحيح. هيدي فكرته بقى. هلا تبي بعده القانون لم يقر بمجلس النواب وهيدا كان موضوع كمان اختلاف طبعا. يعني اول شيء اختلفوا علي مين بتكون رئيس او شو طب شو بتكون طيفته او مين ايه شو طيفته لا هيدي يعني ايه مين رئيسه يعني مين طيفته 100% هيدا كان موضوع خلاف اساسي. انما انا بقول بعد في شويه وقت يعني ما بدنا كمان يعني نوهم اللبنانيه انه عبكره رح يصير في عندنا تدفق نقدي. لا اليوم الاتفاق ايجابي. تاني مرحلة إن شاء الله بعد عملية الحفر إذا لقيت توتال غاز بكمية تجارية معناتها لبنان صبح من المؤكد عنده موارد طبيعية، معناتها زادت مليئتك خفت مخاطرك السيادية قوة الثقة الخارجية فيك. يعني أكين مع صندوق النقد أكين مع جهات الملحة مع الكل خلص بشكل إجمالي. يعني المرحلة الثالثة ساعتها هون توتال بدها تشوف هي كيفية تمويل واستثمار. وصلنا هلا وصلنا على من بعدها هون ساعتها صار في حاجة أكيدة لموضوع صندوق السيادي. طيب. أهم شيء ينعمل الصندوق السيادي بشكل أنه ينفصل عن مالية الدولة، يكون عنده فعلا إدارة طيب. حكيمة ورشيدة تقدر تاخذ قرارات صحيحة. دكتور شرب السكيف، الصندوق السيادي من بالمجتمع اللبناني؟ أنا بحكي مجتمع مش بس ناس، كل قادة الرأي والنقابات، من الذي يمكن أن يضغط على هذه القوى السياسية أحسن ما يزعلوا من سميهم طبقة على هذه القوى السياسية ليكون الصندوق السيادي هو صندوق غير سياسي، صندوق تقني وعلمي وسيادي؟ مين يعني اللي ممكن يضغط تيقول لهم أنت ما خصك وأنت ما خصك والطوائف ما خصها؟ هلأ نحن المجتمع المدني بلبنان عنده ديناميكية كبيرة يعني وهيدي بيّنت بكذا محل وبكذا محطة. أول ضغط بده يصير من قبل المجتمع المدني. تاني شيء بدنا كمان نضغط على النواب لأنه بكرة النواب هني يلي بده يوضعوا نص الصندوق السيادي. يعني كمان نحن النواب بدنا نحملهم مسؤوليتهم حتى لو في جزء منهم إذا بدك أنه أو أكتريتهم أو أكتريتهم يعني لأنه نحن مثلا رجعوا بنفس العقلية أو بنفس الذهنية. يعني أنا مثلا كيف بقيسة على موضوع الميزانية؟ طب أنت اليوم دولة بكسر بعدك بتقدم ميزانية فيها عجز؟ بأي منطق اقتصادي هيدا؟ أنت اليوم يعني أول شيء بدك تعمله بدك تصفي العجز أو بدك تعمل أرقام غير وهمية. أول شيء بدك تعمله بدك تصفي العجز. فإذا أولاً عندك المجتمع المدني، ثانياً بدنا نعمل ضغط بالإعلام وبغير الإعلام على النواب لأنه هن آخر شيء نواب منتخبين هن بدو يعني الإعلام له دور كبير. طبعاً دوركم أساسي دوركم أساسي. إيه بس مش دور الإعلام اللي بيجي بيتمول من الخارج وبيميل جهة على جهة وما بعرف على. صحيح. على كل حال نحن مش بموضوع التوتال يعني في نقطة عم يمرقوا عليها مرات ما بدهم يقولوها أو بدهم يقولوها أو عم بيوضحوها. وحتى نحن يعني وكنا عم نعمل أخبار كنا نقول لبنان يحصل على حصته كاملة من حقل قانا. صحيح. يعني إذا إجت توتال ما هلا نوفاتيك مش موجودة في لبنان وتوتال وإني مشان التلاتة صحيح ولنقول للمشاهد انه مفروض يكونوا ثلاثة ما فيهم يكونوا اثنين. لا القانون 132 هو بيفرض وجود كونسورتيوم مؤلف من ثلاث شركات او من ثلاث عناصر يعني من ثلاث عناصر. صحيح. فلت نوفاتيك قعد لبنان مطرحها. طيب اذا اجت التكلفه لبنان هل يشارك بالربح بس اما يشارك بالربح والتكلفه؟ يعني اليوم اذا اجت قالت توتال انا بدي اعطي ما بعرف اذا مزبوط عم نطرح فرضيه
بدها تعطي إسرائيل من حصة توتال هي أنه أنت إذا كانوا متفقين على عائدات معينة. أول شيء هل هن متفقين على عائدات لا أقول لك شغلة أساسية يعني سؤالك جوهري، أنت بالكونسورتيوم يميز بين الشركة المشغلة وبين الشركة غير مشغلة. الشركة المشغلة نحن مش مشغلين، نحن مش مشغلين. وأنا كمان بدك رأيي، أنا أرجح أن يظهر لبنان قريبا من الكونسورتيوم، يعني ممكن نجيب شركة يقعد مطعم، لا أو جيب شركة لأنه مش هو يعني مش الدولة، عم ينحكى بشكل غير مؤكد يعني هيك عم نسمع يعني ممكن ممكن القطرية ياخذوا هالشيء، مشان هيك قطر هلا صحيح. فإذا الشركة المشغلة هي بتتحمل بشكل أساسي كلفة الحفر، يعني مثل ما صار بالبلوك رقم 4، بالبلوك رقم 4 الدولة اللبنانية ما تكلفت ولا فرنك من جيبتها ابدا ما كانت، لانه ايه كانوا 3 صحيح صحيح صحيح. انما يعني كمان اذا انت بتقيس على 20% يعني 20% يعني فيها تكاليف صحيح. هلا خلينا ننطر شوي صغير لنشوف كيف العمليه بدها تمشي وكيف بدها تتقدم. اليوم كمان في شغله اساسيه، يعني هالدراسات الزلزاليه يعني يبدو انه المسؤولين اللبنانيين عندهم معلومات متقدمة حول الدراسات الزلزالية، تريليونات صحيح بموضوع على القناة. لا أكيد لن يعلن عنها يعني طبعا، والإسرائيلي حاول يخفف وجهه كمان لأنه عنده رأي عام وعنده انتخابات، يعني الإسرائيلي حاول يسوي طبعا. لبيد بده يسرع صحيح. قبل اثنين أنا برأيي قبل انتخابات الكنيسة، أنا برأيي نتنياهو بده يفرفطها لحتى صحيح. أنا برأيي بغض النظر عن هالموضوع هيدا، اليوم القانون يفرض وجود كونسورتيوم لمزيد من الشفافية وبيفصل بين الشركة المشغلة اللي هي مسؤولة بشكل أساسي عن الحفر، النو أوبراتور أو الغير مشغل هو مسؤول، لا هو تحديدا شو مسؤوليته؟ مسؤوليته تمويل الاستثمار. وهون كمان سؤال يسأل، يعني بس قصة موضوع الحفر يعني أنت اليوم إذا لقينا، هل لبنان اليوم يعني قادر يأمن تمويل 20% من 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 كلفة هالبلاتفورم أو هالمنصات بدها تجي؟ أنا شخصيا يعني صراحة برجح إنه دخول شركة قطرية مطرح لبنان هيك عم ينحكى. ما هي مين سأل؟ لأنه مش بس عندك ما التسهيل اللي صار صحيح. آخر 3-4 أيام حكي عن إنه قطر لأنه مش بس عندك كلفة الحفر، يعني كلفة الحفر يعني اليوم كلفة البير تقريبا بين 60-80 مليون دولار تقريبيا. الكلفة الأكبر هي كلفة تمويل الاستثمار، يعني إذا لقينا غاز كيف صار اليوم مع شركة إنرجين عملت هالسفينة بسنغافورة بكلفتها 500-600 مليون دولار هالسفينة، مش هيك مش على الفاضي يعني. فإذا هون السؤال الأصعب، إذا لقينا غاز هل لبنان قادر يفوت بهالتمويل؟ يعني هلا طبعا في عدة أجوبة، خلينا ننطر شوي صغير يعني ويت أند سي على كل حال. وإذا وقعوا الاتفاق بصير في على الأقل بيكون صار في ثقة أكثر بلبنان، و يعني الاتفاق أفضل ممكن يعني ما يعني اليوم يمكن في بعض الأصوات يلي عم تنتقد الاتفاق، يعني نحن أول شيء قليل منا كتير نحن ما حرية التعبير، كل واحد له حق يعني ينتقد. أنا برأيي اليوم مش مطلوب لا نبخر ولا نسب، مطلوب نعمل تقييم موضوعي علمي حول إيجابيات وسلبيات هذا الاتفاق. أنا برأيي الشخصي عم بحكي هو أفضل الممكن، لأنه أي استقرار بالبلد هو بيخدك نحو مرحلة أفضل. نحن بنعرف أنك مستعجل بس ما بدي أسألك خد وقت. يعني كله هلأ عم يتركز على البلوكات الموجودة حد النقورة وبهالمنطقة وإلى ما في بلوكات تاني، يعني مش داخلة بالنمر الكونسورسيوم؟ لا، هي الكونسورتيوم يعني دورة الترخيص الأولى فقط لزمت البلوك 4 والبلوك 9 لا توتال وإني واسابي النفط حصرت بهذيك. هلأ أنا اللي حكيته أول حلقة موضوع دورة الترخيص الثاني اللي هي فاتحة 5 بلوكات بالشمال وبالوسط وبالجنوب، هونيك ما في مشاكل. وهيدا التعويل علي يعني بيبقى مع سوريا بعدين بنبقى نحن. انا برايي التعويل هو كمان على دوري الترخيص الثاني، يعني ممكن بكره نشوف حتى شركات امريكانيه عم تقدم ملفات للتنقيب بالبلوك 8 وبالبلوك 10 بين البترون وكسروان ويمكن هلا هي قال لك في شغله كمان لازم نحكيها، انه الشهيد الشركات تحديدا تتجه نحو المنطقه الجنوبيه من لبنان لسبب بسيط، أنه كل دول الجوار خاصة يلي تقع جنوب لبنان لقيت غاز، هيدا بيزيد من احتمال وحتى والاستقرار والاستقرار أكيد. دكتور شارب السكيف نحن مشكرك من تلفزيون لبنان. شكرا لك تلفزيون لبنان. مشاهدينا الكرام نشكركم ودمتم بخير.